بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من جمال السجود الظاهر ونريد أن ندخل في جمال السجود الباطن. طيب، ماذا نصنع الآن؟ قال ابن القيم: السجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمات له، فهو شبه طواف الزيارة في الحج حيث أنه ركن فيه. أسرار السجود، لماذا تشعر في السجود؟ بعض الناس يسجد لأنه ركن من الأركان، جاء دوره الآن أسجد، وبعضهم يسجد لأن الدعاء فقط، يريد أن يدعو، وهذا طيب، لكن لا شك أن الذي يحرك قلبه بالعبادات القلبية أكثر فهذا أفضل. يا ربي ماذا تحب مني؟ أعطيك أعز شيء فيني، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا الأمر يأتيك، ما هي أكرم وأعز وأشرف منطقة في جسمك؟ وجهي، فالجبهة والناصية هي أكرم ما في جسمك. طيب ما هو أذل مكان حولك؟ الأرض التي أدوس عليها. إذن ضع وجهك على الأرض. إخواني، من أراد أن يعرف طعم السجود فليعلم أمورا. أولا، السجود وسيلتك للوصول إلى السعادة. السجود باب السعادة. كيف؟ انظر معي كيف أن السجود قمة السعادة. انتبه، نسأل سؤالا: أين توجد السعادة؟ السعادة أين مكانها؟ أين هي؟ أعرف هي في طاعة الله، لكن السعادة أين تأتي؟ سعادة أين؟ السعادة في الأعلى عند الذات الإلهية، وكلما ارتفعت أكثر كانت السعادة أكثر، وكلما اقتربت من الملك سبحانه، كلما اقتربت من الذات الإلهية أكثر، كلما كنت أسعد. طبعا ليس المراد ارتفاع الأبدان، لكن ارتفاع الأرواح. مثلا، أين هي الجنة؟ في الأعلى، في السماء السابعة، أرأيت؟ أعلى أسعد. وأين الجحيم؟ في الأسفل، كما ذكر ابن كثير. ولهذا أرواح المؤمنين إذا خرجت تصعد إلى الأعلى وتقترب من الله، أما أرواح العصاة فإنه لا تفتح لهم أبواب السماء، لا يدخلون إلى السعادة. ولهذا أيضا لما اقترب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من موضع سعادته عند الوفاة، جعل ينصب يده ويقول: اللهم الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كلما ارتفعت أكثر كلما زاد السعادة أكثر. ولهذا كانت قمة السعادة في الفردوس الأعلى من الجنة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وما صفتها؟ كيف هي؟ سقفها عرش الرحمن، لاحظت؟ قريبة من الذات الإلهية، فردوس أعلى قريبة من الذات الإلهية. لذلك يقول ابن القيم: أهلها جارهم هو الله، فردوس الأعلى قمة السعادة. ولهذا يعني لما كان محل السعادة هناك، كانت الأشياء المسعدة والمفرحة تذهب إلى حيث تنتمي. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولما أراد الله تعالى أن يخفف على نبيه مكان في مكة وأن يسعده في حادثة الإسراء والمعراج، رفعه إليه في تلك الرحلة العجيبة حتى اقترب من ربه عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى. عرفنا الآن السعادة أين؟ السعادة في الأعلى. كيف نصل إلى السعادة؟ إذا أردت أن تصل إلى السعادة، يجب أن تقترب من هذا العلو، يجب أن تصعد. وكيف أقترب؟
تريد أن تقترب من الأعلى تصعد إلى الأعلى؟ نعم، عليك أن تنزل إلى الأسفل. إذا أردت أن تصعد إلى الأعلى فعليك أن تنزل إلى الأسفل. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله. ولهذا كلما سجدت وتذللت إليه أكثر كلما اقتربت إليه أكثر وكلما ارتفعت مكانتك أكثر. يقول عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. يرفعك إلى أين؟ إلى حيث تكون السعادة. ألم أقول لكم أن السعادة في الأعلى؟ السجود سر الفرح والسعادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه ما يسره خر ساجدا لله شكرا له، وهو سجود إيش؟ سجود شكر. هل عرفت الآن ما الذي تفعله طوال هذه السنوات؟ لقد كنت تقترب من ربك. قال تعالى لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. إخواني، ليس من الخسارة أن لا نستشعر هذا كله؟ المصلي ينزل الأسفل وهو في الحقيقة نزوله ليس إلى الأسفل، في الحقيقة أنت تقترب من الأعلى، ولذلك تسبح في سجودك إلى مكان أعلى بكثير، إلى السعادة. وعندما تسبح ماذا تقول؟ تقول: سبحان ربي الأعلى. لاحظ طاعة، لما أمرك فقال لك: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. والله إنها من ألذ الأماكن في الصلاة السجود، والله لكأنك تحس بالسعادة تتسلل إلى شغاف قلبك وتسكن فيها عندما تسجد. يا الله، ما أحلى السجدة. جسدك يلتصق على الأرض وروحك تقترب من فاطر السماء والأرض. يقول شيخ الإسلام تيمية: تقرب الروح إلى الله تعالى في السجود، تقترب، كما قال بعض السلف: القلوب جوالة، قلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش. حش أعزكم الله موضع نجاسة. لذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة. ولا تزال تسجد أكثر وترتفع في الجنة أكثر، تسجد أكثر ترتفع في الجنة أكثر، وبالتالي تزيد السعادة أكثر وتستمر. طيب إلى متى؟ إلى أن تصل إلى القمة. ما هي القمة؟ الفردوس الأعلى، أقرب جنة إلى الذات الإلهية، التي سقفها عرش الرحمن، والتي يسكنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ استمع إلى هذا الحديث عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني، يعني اطلب مني. اسمع الطلب، كيف وفقه الله لهذا الطلب. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام في أي جنة؟ فردوس. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ يعني ما تريد شيء آخر؟ قلت: هو ذاك، أنا أريد هذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أرأيتم ماذا يفعل السجود؟ هل فهمتم السجود الآن؟ إذن إذا أردت أن تصعد بروحك إلى الأعلى فلا بد أن تنزل بجسدك إلى الأسفل. ولكن هل الجسد فقط؟ لا، هناك شيء آخر يسجد، وهو القلب. القلب يسجد كما أن الجسد يسجد. قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين: وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: إيه والله، يسجد بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. يقول ابن القيم: فشتان بين قلب يبيت عند ربه حتى دخل على الله في داره، فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شانه وبهاء كماله. كان عليه الصلاة والسلام يقول: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويكمل ابن القيم، يقول: حتى دخل عليه وهو مستو على عرشه سبحانه، يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد، وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر هو فيها سبحانه بما شاء، وهو غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، ويفرج كربا، ويفك عانيا، وينصر ضعيفا، ويجبر كسيرا،
ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين. هذا هو سجود القلب. أما سجود الجسد فسهل، نكمل في لذة السجود بعد هذا الفاصل. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسمي. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر. قال ابن القيم: فهذا سجود القلب، فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وعن الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشعت الأصوات للرحمن. قال ابن القيم: فيا لها من سجدة، ما أشرفها من سجدة، لا يرفع القلب رأسه منها إلى يوم لقاء ربه. مرة أحد الأخوة سألني يقول لي: كيف أعرف هل سجد قلبي أم لا؟ الجواب: لا تخف، إذا سجد قلبك فسوف تعرف ولا شك. لا يمكن أن يسجد قلبك وأنت لا تشعر به. فإذا سجد الإنسان سجودا كهذا فإنه يرفع والله بوجه غير الوجه الذي سجد فيه. سيماهم في وجوههم من أثر إيش؟ من أثر السجود. يقول مجاهد: ليس بالندب. بعض الناس يظن هذه البقع السوداء اللي على الجسد. يقول مجاهد: ليس بالندب ولكن بالخشوع، يظهر استنارة الوجه، تظهر. هذا في الدنيا، وفي الآخرة هنالك نور آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. الغرة بياض في ناصية الخيل، والتحجيل بياض في أقدامه. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أن عدوك يغار منك، إلى درجة أنه يبكي بحسرة. من عدوك؟ اسمع الحديث هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. إخواني، انتبهوا إلى هذا العرض. ماذا تشاهدون؟ هذا الذي أمامكم ما هو؟ حاول أن تنظر فيه. لقطة عبارة عن إيش؟ هذا شخص توفي وهو ساجد، قبض الله روحه وهو ساجد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بل إن هذا ساجد، وفي أي مكان؟ تدرون أين؟ إنه المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شاهدوا معي أيضا كيف أنه ساجد ويده فيها هذا الخيط الأبيض، تشاهدونه، هذا الرباط الأبيض، هذا غالبا يضعونه للحجاج. والله أعلم أن هذه الصورة اتخذت له عندما توفي وهو ساجد في أدائه لرحلة الحج، أن هذا غالبا يضعونه للحجاج، مع أنه شخص عادي لا يظهر عليه أثر الغنى ولا شيء. قال عليه الصلاة والسلام: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. بالله عليكم سؤال: من منا يتمنى هذه الميتة؟ من؟ سبحان الله، يقبض الله روح الإنسان وهو ساجد يسبح ويدعو، وفي المسجد النبوي. إن الإنسان أحيانا لا يعرف ما الذي يقوله، والله لا يعرف ما الذي يقوله. بل أكثر من هذا، الإنسان إذا بعث يوم القيامة فإنه يبعث على ما مات عليه. كيف الهيئة اللي مات عليها؟ هكذا. نسأل الله من فضله، يكون العبد سبحان الله مهموما فيسجد فما يتمالك نفسه حتى يبكي. السجود جميل إخواني، والله كل يوم نسجد لكن ربما لا نشعر بذلك، يكون مهموما فلا يصبر حتى يبكي. فإذا خرت الدمعة وأخرج ما في صدره من شكوى وهم، أخذ يشتكي إلى ربه الذي لا
تعز الشكوى إلا بين يديه. وجد أنه قد انشرح صدره وفرجت أساريره. سبحان الله، كم خفف السجود من هموم، كم نفس على مكروب، كم من حاجة ما انقضت إلا بالسجود، كم من دعوة ما استجيبت إلا في السجود. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله.